هذه نبغي نتكلم في اليوم الغضب اللي منظمين فيه مسيرة وطنية. أنا غادي في إطار النضال الفردي غادي نحاول ما أمكن نبغي نصم هذا اليوم الغضب بطريقة ديالي خاصة في إطار النضال الفردي. وغادي هنا نبغي نرجع لواحد الملف اللي هو جوهر القضية. علاش أنا جوهر القضية؟ لأنه كتوقف عليه مستقبل ديال هاد الأجيال اللي صاعدة والأجيال اللي جاية. يعني حتى الدري اللي تبان ليا أنا نمشي ولدي الجمعية الحقوقية تبان ليا لا من الديواني والتمري خد البرلماني اللي مشى فرنسا تجنسات دارت جنسة نصراني في فرنسا، وواحد السيدة ديال دندون راه متزوجة واحد اليساري، وديك أم قاسم جمعية حقوق المرأة أم قاسم مرادية عندها علاقة هي بداك القانوني، لأن عنده علاقة في البحر ما يخص النهب ديال دوك الشركات اللي داروا باش داروا كيتسالوا الشركة التعاونية المغربية للتصدير قرض كذا، وكان كيمولوها بالحوت لأن تم متورطين في الميف، ودخلوا بها الجمعية ديال حقوق المرأة وتبنوا هذاك المشكل ديالي على أساس أن الدري ولد عم الزيوان اللي معاهم في جمعية حقوق المرأة في اليسار، والدري هو ولد عمها كتكون هنا حداهم وعارفين ولد عمها، وطعنت هنايا مسائل قانونية كانتوما تشوفوا هنا. طعنت في العقد ديال الزواج قضية التوطيق السيد عبد الفتاح والراضي على أساس العقد لا يمسوا في الشروط المطلوبة، بأني تضررت منهم بتسلمت خلال المدعية عليها استدعاء الجلسة عن طريق العون القضائي، رفضت خلال الحضور لينهج والدة أساليب غير مقبولة للتغطية عن أخطائي عوض المصارعة وحل الإشكال بطريقة حبية. يعني هنا من طعنت أنا في ذاك العقد ديال الزواج هنا عارف الناس دايرين عليا فوق، عارف أنا راني حامي وجتال السيد وكاين الشاهد اللي هو مراد ولد الفرملية هو سي عبد الكريم، مشى عندي معايا عندو وقع انا بداك الطريق قلت الدريه راه كتناك حامله اشنو غادي دير معها الحال؟ قال لي امي انا خايبه ما عندها ما نقدر ندير. قلت له دابا راه غادي نسترها اللي راه ما تلقى شي حل، وانت دابا انت شوف تشوف كي غادير تفوتها ولا غادي تقرعني الحال راسك، انا المهم راه نقبل المسؤوليه في ضربه تنطاح قدام الشهاده الدموراد حافظ باقي نتذكر. مشينا هاد العدول ما ادي حتى شي وثيقه، جابوا هما داكشي مزور العدو تا هو كمل باننا سليما من الامراض المعديه حسب شهاده الدكتور ابو عيده مشافنا تا الدكتور. ملي كشفت عليها من بعد انسومي كنلقى ان الفيروس يعني هما كيضربوني غير بلي فيروس، ما كانتش وحده فيها شي فيروس كيسيطوري، ما طلعت من الصحراء هادشي كلشي عنده علاقه بداك الشيء اللي وقع ليا الاستخبارات العسكريه في العيون. فيما طلعت من الصحراء كيوجدوا لي وحده فيروس، يعني ثلاث خطرات 97 و99 و 2001 وهاد المره وجدوا لي بولدهم فيروس، لان ديجا انا ديجا الناس تبناو هاد المشكل ديال السيده داروها بانها بنت وبانها اغتصبتها وبان درت وكذبوا على الامير. انا نقول الامير مهنا بالمناسبه هاد السيده راه مارس معايا الجنس بيوت دار بمدينه العيوب ملي كنت في البحث ديال الاستخبارات العسكريه، في هذيك اثناء ديال البحث انا مارس معايا السيده الجنس وكنتحمل المسؤوليه ديالهم، هما كيعرفوا هاد المساله ما واش نمس انا بالاعراض ديالهم كما كنمسوا بالاعراض ديالي انا وامي، لاني مخلق. ورغم ذلك انا باقي يعني كفار في التصريحات ديالي، ما بغيتش نجبد السر مسرهم، راه الاطروقه اللي جات اللي كتقول كدويات الفصيله الدم هو الذي يحدد هويه الانسان وليس المعتقد او اللغه او اللون او الانتماء الجغرافي، راه كشفاتهم لانهم كيقولوا الابن الفيراس ما عندهاش فيراس كيقول لي ابن زني ولد الحرام، كما قال لي الوكيل العام قال لي ولد الحرام ما خلاه، قال لهم فاش بلاصه ما مشى ليها. وصدرتي في الاميره مريم يعني اعداد طريقه يعني امي وامي تعجبات، رغم ان دارتها الخير ديك السيده تخلات على ولدها امام مالا والوكيل المالك بنفسه كلفها قال لها انت راه تحملي مسؤوليته. وبالفعل دارت الخير مني قال لك لا غد تقلع عليها ولدها لا بغيت قال دارت لها غير الخير. نهار الاول شتي لها قالت لها قلت لها الوالده قبلات عليك صافي ما عندي ما نقول ما قبلاتش عليك ما عندي ما ندير لك داكشي. بالفعل جات الوالده لقيتها كتعرفها وتعرف خالتها كانت كتخدم مع السابريكات. وهذه اللعبه هي تكشفات ولا داعي لجمعيه حقوق المراه باش تغطوا بهم. جيبوا الدري باه من الطاريين وانا بوات انا راه ما نايتش عليها، الجلسه عندي مع 26 يعني الاداب كل ما مأدبش يعني غادي يتخلق، اللي عندوش زريعه غادي يشدها. نقول لكم وداك الفيروس تيسالني ثاني في الاسره ديال الاخوان ديالي من مي كله تحط لبواه واحد بالقرافي يعني خدمته ضد امي، والاخر ذاك يوسف تا هو بوات عبد الواسط الصغير خويا تا هو خدمته ضد امي يعني خدمته لولاده ما كانش ضدها كما قالها الفقيه خطب بها في الجمهوره قال لها ولداتهم من البطونه وقتلوها ياك وكتسمع حتى بودنك هذاك العدول اللي عندكم في المدرسه الحسنيه ديال الخريجين يعني اللي العلماء ديالكم نتوما، وغنشوفوا العلم ديالي يعني واش اللي عندهم مصداقيه ولا العلم ديالكم نتوما اللي عندهم مصداقيه. تغيير قانون الحاله المدنيه بالاعتماد على الكود الوراثي للنسب وليس على الفراش كما هو بمعتقد
طبقوا المدونه الاسره تطبق كما هي بالاحاديث ديالها، منين بلتجأ انا الخبره ديال اثبات النسب علاش ما درتوهاش؟ وتواطى عليا المحامد باش تطرف ده. عاود المحامد ديال الخيانه اللي حصلوها في الخيانه الزوجيه باش دار ولد قاوري يعني القراض عليا وزورتها وما حاضر، قالوا حقوق المراه وهي حاصله بخيانه ودار كل شيء داكشي اللي رزقوه لي شي كثير عندكم. في اخر المطاف رجعي قلت لكم الناقب اللي ما خداش عيني القرارات مني، قلت ليه بدل لي المحامي ما بغاش، ومضطر حتى في الخيانه الزوجيه صح مني الدعوه العموميه لان الحكم عندي صادر بحقي، وسمعوا يعني وسحبوا مني كل شيء الحقوق وخدموها ضدي باش هما يبروا الناس ديال 105 مليار سنتيم وزادوا شردوني انا في الزناقي. واخر مطاف دابا شي تحتيات باش ندير مساعده قضائيه اللي رافضين ليا هما المقاعد خصي محامد ما بغوش يعطوني شي تحتيات، شي وكان بات في الزنقه وعاطيني الحكم بدون موطن، هما كيشهدوا باني بدون موطن وجابوا لي كونفوكاسيون فيها بدون موطن باش يحكموا لها النفقه غيابيا، وهذيك النفقه اللي حكموا لها غيابيا كنقول لها في الشعراني لان مطورط في النبذ ديال السر ديالي، يعني كل ما المحامين مطورطين في الماساه هادشي كامل امام الراي العام بقيت مطورطين في النبذ ديال السر ديالي. هاد اللعبه نوريكم كيفاش مكشوفه من 2001 ها ايوا بلغ الموضوع شي كيتعلق بلغ كامل مع تزوير شهاده الازدياد للطفل، وهاد الشكايه هادي ها هي دار لها المحضر ديالها وحالوها من شرطه اسا حالوها الاكادير شرطه اكادير. فين هو المآل ديال الشكايه باش نعرفوا هاد السيد هاد السعراني كيفاش صدر النفقه غيابيا؟ بلاغ كاذب زور شاد الزير قال للدري بانه كيتزاد عند باه، هو الوثائق كتدل بانه تزاد عندي انا ها او وحده عاد المسائل ديال المرخ خاصه بالخيانه الزوجيه ودار لها مخرج كيقول لك انا غير جدير المسؤوليه، وهي كتحاكم في نفس الوقت باقي الحكم ما صدرش ديال الخيانه ها وصدر له هو النفاقه باش يدير لها مبرر من الخيانه انا نهار الاول ما عطيتها لي يد المساعده باش نقول لها الحبس، لا انا عطيتها يد المساعده انسانيا ولكن فاذا بك كنت كنلقى دايرين فخ باش يبروا من الناس ديال 100 مليار سنتيم وينهبوا الاجرام اللي ارتكبوا في حقي وفي حق اسرتي وفي حق الوالده عندي، عدموها لا هي ولا الزوج ديالها ها باش هذاك مولا كارت بلونش اللي في الدار البيضاء يكون بقى على خاطره هو عنده الحرام كيقول لهم كلوا ما جاك قبل ما يفيقوا ولاد الحرام باش هو ينهب لي رزقه ويدير ولاد الحرام اللي عنده ها. واش الشعب وفاق واش ولد الناس كيقول لكم كل ما جاك قبل ما يفيقوا ولاد الحرام وراه عندهم الصح راه باقي راه كنلقى ام عندها ثلاثه الاولاد شي طويل شي قصير شعر مناش شركه مشهوره الاسم راه عندهم الصح اللي قالوها. انا كنت بغيت كل ام تصارح ولدها وكل بنت تصارح كل المرأة تصارح بنتها ها وباش تعرفوا الهويه ديالهم الحقيقيه. بداو يعني الحياه بناء على ما هو علمي، يعني كل شيء مشى ضحايا كلنا ضحايا. انا راه لقيت ما عرفت اشنو مقوضه ضحكا وعايشين نفس المشكل اللي هندي ولكن ما عندهمش الجرأه باش يعبروا عليها ها. انا جيت ما يبقاوش يكتبوا في العلماء ديالهم والفقهاء ديالهم ابن زانيه ابن ملا او دبوم وعندي الشجره ديالي والتاريخ ديالي جيني في المغرب عندي الاف السنين انا الكراهيه ديالهم المكرهين من ديك اليهوديه العراق ديال اليهود قبل من البرابير انتوا مزورين التاريخ برابير سكان المغرب امازيغ سكان المغرب اول لا اليهود سكان الاول الكون وسكان شمال افريقيا هم الاولون لانهم جنس ادم هم اللي بعثوا الاولين في الكون ب 40 الف سنه ها وتسمعوا وباخر ما طاف كل شيء مشاهد فيا تعبأ لي سيدي عبد الكريم تعبأ لي الاقليم تعبأ لي المغرب تعبأ لي الخارج كل شيء علاش؟ عقب بنات الاطروحه قال لك غدير لنا انقلاب اجتماعي 30 مليون ديال المغاربه قال لك ديرها كل شيء نقلب على بواتو نهار الاول كنقول لي اجي نوروك كتخاول لهم البلاد اجي وقال لك نوروك اسرار امك ومني كشفت لهم الحريره المسكوت عين قال لك غدير لنا انقلاب اجتماعي على ذكرى تخاول لهم البلاد غنوريكم هنا واحد الصوره لقيتها مؤخرا ها هي دايره مع ديال 20 فبراير عفوا و عفوا هي فين طاحت لي هاد الصوره تركز على راسو شوف هاد بنادم كيفاش كاين في 24 عام شوف شدا لهم مزيان شدا لهم مزيان باش يعرفوا الاصل ديال الحق ديال هاد الناس على الحق ديال هادي وهو اللي هم ويشوفوا مزيان بنادم كيفاش كيعيش هادي هي في 94 شهر واحد بمناسبة راس السنة ديال 94 شد لهم داك التاريخ باش يشوفوه ليه ها علاش؟ أنا مني كنقول هاد الناس راه غير حقد وحسد راه حقد وحسد
انا تخاول لهم، تخاول لهم الميدان السياسي، تخاول لهم الاحزاب ديالهم. ما عنديش شي فكره مع الاحزاب ديالهم، رغم انني دارت كل ما كنتش كنمثل اللي كنقول اليومين هذا، ورايي خصو تحترم. هي الاحزاب كلها كتناب من اجل فرنسا، كتدافع على المصالح الاستعمار لا غير، ما كاينش حزب كيمثل المواطن. وهاد الاحزاب اللي تاع المناسبه اللي وروا للمواطنين المعطرين، كل حزب يخرج بالمؤطرين اللي عنده ولا شيء. واش ما بانش شي تاثير؟ وانا بان لي انا والله هي مسيره خارجه، خارجين فيها ما عرفت 30 واحد، هذه هذا هو التاثير ديال الاحزاب فينا، هو التاثير. وجيبوا الدريب باه من الطاليان، وبلا ما تبقاو تهدوني بالبانديه ولا بالحمق ولا بالحبس ولا ما تخلعونيش، يعني درت لي عليه المساله راه قلت لكم في المحكمه العسكريه، لان هذوك الناس هما خصهم يعوضوا هذوك الناس اللي كانوا في تندوف من هذا الملف ديال التعاونيه المغربيه في ما تعوضوا المعتقلين السياسيين. انا كنقولها وكنأكدها، وراني قد كلمتي قد دراعي، كنقولها كما وعد دوك الناس الشرفاء، راني باقي على كلمتي. دوك الناس هما خليتهم مع تصميم